وبخاف عليا بني عالبالي بسهولة ابو احمد غالي الورده البيضا وبيهون عليا ما بقتش شبهي بخاف خاف عليا نبي عرفاني بسهولة بيهون عليا حرمت قد أمان ما برحوا بس كمان يا حمص صالح الورد البيضاء اللي بيقول الحمص ومحمود جمال ومحمود الغمري والورد البيضاء الورد البيضاء زفته وقمريه اللي بتقول ديبو حاليا بالاسواق عشان السلام ده مطلوب اعلامي سجل السلام ده والنبي حاليا بالاسواق عشان اعمل برنامج كمل والجمهوريه زفته اللي بيقولوا النهارده جم النهارده ولا تاسفنا على غير قصه قصص الاسود الكلام كما تعجبنا براسها كانوا على اسيادها وتظل الاسود اسود والخلاف خلاف دينو محمود جمال ومصطفى علاء وعليهم من الاسواق افاتينا على الغربيه والارض الكبيره
الجيش الطيب بصبع يا عم ابراهيم الجمل. Something.
يهودي يا حريصنا عنده بقاله رجالة وتقولش حرام يا عمي صلى على النبي صلى على عرش الفريق ابو رمضان يا ريس صلى على النبي يا بدر يا
بص الناس دي اللي بيحب العريس هيسحب جوه قاعد هيقوم يقعد. لا لا احنا عايزينك والله. صلوا على النبي صلوا على النبي. والهرب ايه؟ بص الكريم انت عايز ايه يا عارف ايه؟ الله بيبي. ها في صاحبي دوم يلا ده الشريف بحبه حب. طب عبده ده البريد عمره يوم ما جاب لم. لا لا مش هينفع الكلام ده. طب اللي اتكرر ربنا يوم يقف مش عشان عبد العطار. وعيد الله اللي اتكرر ربنا يوم يقف. ويرفع ايده من كل فوق. ارشق صاحبي يا سلام 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 يا سل